ماذا يحدث للجسم إذا توقف عن تناول السكر لمدة 30 يوم؟ حلقة مهمة تابعوها للآخر. ندخل في الموضوع فورا. أول 3 أيام يمكن تكون هي أصعب شيء، لأنه الجسم رح يدخل بمرحلة أعراض انسحابية. مع أول 4 ساعات أول شيء رح ينخفض مستوى السكر عندك، ويبدأ الكبد بتصنيع السكر من الكلايكوجين المخزن عنده لغاية أول 24 ساعة لحتى المخزون ينفذ من الكبد. بعدين بيبدأ إنتاج السكر من البروتين أو جزء من العضلات اللي بالجسم. هاي المرحلة الصعبة، حتى إذا بتاخذ فيها فيتامين بي أو خميرة البيرة مع شوية بوتاسيوم على الأغلب ما رح تحس بصعوبة هاي المرحلة الأولى. في اليوم الرابع رح بتبلش تلاحظ نشاط كبير وتركيز في المخ وقدرة على ممارسة وظائفك الحيوية بشكل ممتاز، وكمان بصير عندك فقدان رهيب بالسوائل. تخيل معي، كل 1 جرام سكر تفقده يعادل 3.7 جرام من السوائل رح تفقده من جسمك، وتخيل. والخبر المفرح لأصحاب الوزن الزائد هون إنك رح تفقد وزنك بشكل ملحوظ أول أسبوع من توقفك عن السكر، يعني فينا نقول من 4 إلى 7 كيلو من أول أسبوع، وهذا كله سوائل. مع بداية اليوم الثاني رح تلاحظ تحسن في المزاج بسبب انتظام السكر في الدم، ومع اليوم التاسع أو العاشر بتلاحظ إنك ما عاد تتعب بعد الأكل، أو ما عاد يصير معك الهبوط اللي كنت تحس فيه بعد الأكل. بعد اليوم العاشر حتى نهاية الأسبوع الثاني ما عاد تحس بمذاق السكر اللي كنت تحس فيه من قبل، ما عاد في هاي اللذة اللي كنت تحس فيها من قبل. ومع بداية الأسبوع الثالث أيها الجميل رح تلاحظ حتى بشرة وجهك تغيرت وصارت أروع وأحسن. البسور، حبوب الشباب اللي بالوجه، أول شيء رح تودعك إلى غير رجع إن شاء الله. مع اليوم 17 أو 18 خلاص جسمك بدأ يتعود إنك أنت ما عاد تأخذ سكريات. هون رح تأخذ مكافأة جميلة إنك رح تصير تنام بطريقة عميقة وجميلة، تحس فيها بالسعادة بشكل رائع ما كنت تشعر فيها من قبل. حتى اللي كان عنده سكر ويصحى بالليل وحتى يروح الحمام أكرمكم الله رح يصير ينام بشكل عميق وهانئ بسبب انخفاض مستوى السكر. أما في اليوم 21 جسمك رح يصير رسميا يعمل بكفاءة في إنتاج السكر، حيث أن الكلية تتقاسم إنتاج السكر مع الكبد، تأخذ 40% من التصنيع والباقي يتجه للكبد ويخف الحمل الكبير اللي كان عليه، إضافة إلى استقرار وظائف الحيوية بشكل رائع عندك، لدرجة مع المرور الأيام 22 و23 و24 رح تحس بنشاط ويصير بدك تروح تلعب رياضة ذات نشاطات عالية، وكأنه الجسم رسميا بلش يقول لك شكرا على هذا الإنقاذ اللي عملت الأيام. مع اليوم 25 فما